أهلا بكم. الالتزامات المالية لوكالة الشراكة من أجل التنمية بلغت 570 مليون دولار، أي ما يمثل 82% من ميزانية برنامج تحدي الألفية المغرب، الرامي إلى تعزيز النمو الاقتصادي ببلادنا وتشجيعه عبر الرفع من الإنتاجية وتحسين التشغيل في بعض القطاعات. التأكيد جاء خلال الاجتماع 10 لمجلس التوجه الاستراتيجي لوكالة الشراكة من أجل التنمية الذي ترأسه اليوم بالرباط رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. المتابعة لخديجة الجمالي، محمد تونينا وعبد الرحيم فيلو. 600 ألف عائلة مغربية استفادت من برامج وكالة الشراكة من أجل التنمية من خلال مجموع الإنجازات التي مولت بنسبة 82% من مجموع ميزانية برنامج تحدي الألفية. هناك استدي الميادين تشتغل فيها. الميدان الأول وهو الكبير هو الميدان الفلاحة، لأننا كنغرسوا أشجار شجرة الزيتون على بعد مسافات 150 ألف هكتار. الميدان الثاني وهو الصيد البحري، عندنا 26 غرفة في الصيد البحري، وعندنا الصناعة التقليدية اللي حنا كنخدمو في فاس ولكن كنخدمو في مراكش، وعندنا برنامج محو الأمية الوظيفية، وعندنا المجالات الثانية الأخرين، القروض الصغرى يعني لايف ميكرو كريدي، والآخر مجال كنشتغلو فيه هو دعم المقاولات الصغرى. 570 مليون دولار أمريكي مجموع الالتزامات المالية التي أنجزت في إطار برنامج تحدي الألفية الخاص بالمغرب. أما بخصوص التوجه المستقبلي فقد تم التأكيد على الالتزام بتنفيذ كل مشاريع البرنامج في الآفاق المستقبلية وإلى حدود 2013 استمرار مكثف في إنجاز البرنامج لتحقيق جميع الأهداف ديالو، وذلك بوضع 600 ألف عائلة مستفيدة في صمود القرارات مع وضع آليات للتمكين والاستمرارية في المشاريع. يبلغ مجموع التزامات برنامج تحدي الألفية 697.5 مليون دولار أمريكي، غايتها دعم المبادرات والمشاريع الكفيلة بتحسين ظروف العيش.